بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل الحالات اللي وعدنا ان احنا كل يوم خميس ان شاء الله هنقدم حاله بالاوبرتيف ستيبس بتاعتها بالفولو اب بتاعها ان ديتيلز. فحاله النهارده ان شاء الله تكمله لحالات الجانسيل تيومر هتبقى على جانسيل تيومر بروكسيمال فيمر وبريزنتد ب باثولوجيكال فراكشر مع كومبليت ديستراكشن اوف ذا بروكسيمال فيمر هيد اند نيك up to the level of the lesser trochanter. The patient presented in the last 6 months the X-ray ديت وكان عنده 26 سنة progressive increasing painful limping في the last 6 months وكان عنده inability to elevate his leg during الايه ان يتوضى على الحوض. ده كان اول الكومبلين بدا يحس بيه في الرجل الشمال. بعد شويه بدا يبقى فيه بروجريسيف ليمبنج وبين، وبعد كده بقى بدا يبقى عنده ميكانيكال فيلير اللي هو بتبقى بريسيدنج الباثولوجيكال فراكشر. في اخر اسبوعين البين بقى انتولوريتد، وفي نفس الوقت بقى ياخد انالجيزيا بجرعه عاليه. فعمل الاكس راي فوجد الليجن في الاوسيوليتيك ليجن اوكيباينج البروكسيمال فيمورال head and neck واصل لغايه التروكانتريك اريا وجزء من جريتر تروكانتر. لو بصينا في الاي بي واللاترال هنلاقي الليجن واصل تقريبا سبكوندرال سب ارتيكولار في الهيد بتاع الفيمر، والجزء الوحيد اللي فاضل انتكت هو الجزء بتاع الانفيريور نيك اللي هو بالكالكر لغايه الليسر تروكانتر. بس برضه في لو شفت بصينا على في اوروجن وفي زي موس ايتن ديستراكشن موجود برميتيف ارياز وواصله كمان في التب بتاع التروكانتر زي ما احنا شايفين. اتعمل في الوقت ده سي تي سكان شوينج الجزء الكبير من الهيد ديسترويد مع السوبيريور هيد ونيك بالتروكانتريك اريا زي ما احنا شايفين، وفي زي ماينور كراك في الايه القط اللي على اليمين دهوت في الجزء بتاع جاست سب فايزيال للهيد. وادي بقيه القطس بتاع السي تي سكان مبين النك تقريبا كلها بقت عباره عن تيومر تيشو واصله هنا لغايه السب كوندرال او سب ارتيكولار في الهيد، وهنا ما بقاش في نك تماما. الام ار اي برضه كان شون ذا سيم سوليد تيشو ما فيش فيتشرز بتاع الفلويد بتاع البون سيست والكلام ده، زائد ان عين سنه 26 سنه وده بالكلاسيك ايدج بتاع البرزنتيشن بتاع الجاينت سيل تيومر. اول ما الاقي ديفيزيو متافيزيال ليجن في الزائد سوليد تيشو ما هواش فلويد زائد انه واصل سب ارتيكولار سب كوندرال في الجوين، يبقى ده على طول موست بروبابل اجانت سيل تيومر. طبعا بنمشي الخطوات. العيان ده بريزنتد في التايم ده بالكلاسيك هيستوري والايه الكلاسيك اكس راي سي تي ام ار اي الميديكو ليجال زي ما قلنا، ولازم تيشو دايجنوزس فاتعملنا سي تي جايدد بايوبسي وكونفيرمد انها جانسيل تيومر. اتاخرنا اسبوعين تقريبا عمل خد العيان قرار العمليه، كان بريزنتد بقى بالاجريسيف نس اللي حصل مع الايه الباثولوجيكال فراكشر زي ما شايفين في الام ار اي زي ما باين في السي تي التيومر تقريبا واصله سب ارتيكولار الهيد ما بقاش فاضل فيها فيو مليمترز. اول اوف سادن قبل قرار التنفيذ بايام العيان حصل له مع ماينور تروما باثولوجيكال فراكشر زي ما احنا شايفين اتكسر عند نص النت، حصل كولابس لانها طبعا عباره عن سوفتند اريا، والليجن في خلال الاسبوعين ثلاثه دول بقى ملا كمان الليسر تروكانتر ووصل تحت الليسر تروكانتر زي ما احنا شايفين في الاكس راي سواء في الاي بي او في اللاترال، وباين هنا التروكانتريك اريا بالبروكسيمال فيمر بقى عباره عن تيومر تيشو، والهيد اللي كان فاضل فيها تقريبا نصها لا خلاص بقى كومبليتلي ديسترويد ما بقاش عندي غير شيل اوف كارتليج. في الحاله دي طبعا ما ينفعش نعمل كريتاج، ما ينفعش نعمل الليكويد ناتج، ما ينفعش نعمل الادجمنت ميجر لان خلاص ما بقاش في كونتيند كافيتي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه الهيد هنا ما بقاش فاضل فيها غير شيل، فصعب ان احنا نعمل ريبيلد او ريكونستراكشن. لو عندي جزء من الهيد كبير ممكن نعمل دبل استرات فيبيلا ودي اتش اس زي الحاله بتاع الاسبوع اللي فات، لكن هنا للاسف الدنيا بقت كومبليتلي ديستروي. فكان القرار ان احنا هنعمل بروكسيمال فيمورال ريسكشن ان بلوك مع اجريسيف كليننج وديبرايدمنت للكونتامينيتد سوفت تيشو، زائد
هنعمل بقى بروكسمال اندو بروستيزيس ريبليسمنت للفيمر مع الهيب. العيان سنه 26 سنه وادي باين التيومر اهيت مع الجزء بتاع النيك المكسور، وادي هنا التوكانتيريك اريا باين الشكل بتاعها مختلف تماما عن الجزء اللي شايفين هنا ده تحت اللثه تروبانتر ده. وهنا بنعمل بلاننج للاوستيوتومي سايت اللي هو السيف مارجن اللي هنقص فيه بالمنشار، وبعد كده بنعمل الاوستيوتومي وبناخد البروكسمال فيمر بالتروكانتيريك اريا بنعملها دي السكشن اول اراوند وتتشال ان بلوك 1 بيس. وادي بعد الاوستيوتومي والجزء شايفين هنا النك عباره عن تيومر تيشو ما بقاش فيها اي ايه ديمينينج بون، وبعد كده تعمل اكستراكشن للتروكانتيريك اريا لغايه الليفل زي ما قلنا بتاع الاوستيوتومي سايت ات ذا ليفل اوف ذا سب تروكانتيريك اريا. بعد كده بنتعامل بقى مع الجزء بتاع الميديال، ادي الجزء اللي شلناه اهوت من البروكسمال فيمر. بعد كده بتتعامل مع الهيد هي عباره ده من الفرونت اللي هو انت باصص من قدامك عباره عن سبكوندرال بون عباره عن تيومر تيشو وشيل اوف كارتليج. ادي المنظر الثاني من فيو ثاني، الهيد ما بقاش فاضل فيها غير كارتليج والريميننج ايه الباقي كله عباره عن الايه التيومر تيشو. بتعمل الكليرنس بتاعك وتنظف كويس وتستخدم الفينول كادجفنت عشان السوفت تيشو كونتامينيشن وتعمل اجريسيف اكسجن. هو الرول في الجانت سيل احنا عارفين اللي هو الاكسجن باي كريتاج، هنا احنا عملناها يعني ما هياش وايد مارجن لان ما فيش كونتيند كافيتي وفي نفس الوقت ما فيش بريوستال شيل في النك لانها ما بتبقاش فيها بريوستال، فبالتالي انت بتعمل اجريسيف اكسجن لكل الكونتامينيتد تيشو وبنستخدم الفينول كلوكال ادجفنت عشان تعمل كليرنس للسوفت تيشو كونتامينيشن من الاسكيب سيلز مع نتيجه الفراكشر. وبعد كده بنبريبير الكاتس عشان تعمل بقى البروستيتيك بليسمنت. متاح في السن الصغير ده انك تعمل توتال هيب، ممكن تعمل باي بولر في العيانين الصغيرين او اللي هو 26 سنه كان القرار ان احنا هنعمل كابت في كاب عشان تدي ستابيليتي وديورابيليتي مع ريبليسمنت للبروكسمال فيمر. وده الترايل بتاع المفصل عشان تظبط اللينس والتنشن والتلسكوب والحاجات اللي هي بتاعت البروكسمال فيمورال ريبليسمنت كلنا عارفينها. وبعد ما بتعمل الستورنج اللينس بالترايل بعد كده بتركب المفصل بتاعك البيرمننت، وزي ما قلنا انت هنا عملت دايسكشن وريليز لكل المصل اللي ماسكه في التروبانتر والبروكسمال فيمر بالليثر تروبانتر، فانت كده هيبقى عندك سوفت تيشو انستابيليتي. فمهم قوي تعمل سوفت تيشو ريبير والريكومندد في السن الصغير عشان السترونج ماسل لازم تبقى ري اتاتش التاني. معظم المفاصل اللي موجوده في السوق بيبقى فيها هولز بترجع فيها التروكانتر وترجع فيها اللثه التروكانتر اللي له سوى سكانتر، ولكن برضو ال 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 في اضافات تمت في السنوات الاخيره احنا قلناها في المحاضره الجنرال في اول محاضره تقريبا ان احنا بنستخدم حاجه اسمها ترافيرا تيوب او بنجيب البولي اسجين مش اللي هي بتاع الهرنيا واللفاح حوالين المفصل، وبعد كده بتعمل ريدكشن للهيد على الاستابلم وتعمل ري اتاتشمنت وري انفورسمنت بايسي بوند في الليبرام والكبسول بتاع الهيب زي ما احنا شايفين في الصوره اللي على اليمين. ادي الخيط الاخضر اللي هو الايسي بوند وادي الايه المش اللي احنا ركبناه اللي هي اسمها ترافيرا تيوب. ده بتبقى فيري سترونج طف تيشو وفي خلال اسابيع بترجع تخيط فيها المصل كانك بتخيطها في البريوستيم بالظبط بعد ما بتعمل الريدكشن بتاعك. ميزتها بتعمل فيري سيك فايبروزس وتدي استابيليتي وبتدي يعني مش انا في حالات فتحنا عليها في كذا مره في فيجن يعني بتفتح كانك بتفتح في نيو بون فورم على المش دي نتيجه الفيري سيك طف لير اللي بتتكون عليها نتيجه الفايبروزس، فدي بتدي ستابيليتي كويسه قوي في خلال اسابيع للبروسيس وتمنع الديسلوكيشن. وادي هنا الفاينل ترجع بعد ما عملنا الاسطوره اللي قبلها لو انتم شايفين هنا ده الليبرام اول راوند بيتخيط سيركمفرنشال في المش دي. هنا بترجع الاليوتيبيال تراكت، هنا بترجعنا الاليوسوس، وادي هنا التروكانتيريك ماسل. كلها بتاخدها برضو بايسي بوند التندينيوس بارت بتاعها كانك بترجعها في التروكانتر. فدي بتدي ستابيليتي وتمنع الديسلوكيشن بتاع البروسيس بعد كده وتزود المفروض ساينتفك اللونجيفيتي اوف سبروسيس. وادي الاميديت بوست اوبرتيف اكس ريز شوينج التوتال هيب سيمنثس
البوث كومبوننت استابلر اند فيمورال, وفي نفس الوقت الايه الاي بي واللاترال شوينج جود بوزيشن اوف ذا بروسيس. بعد 6 شهور الدنيا ماشيه كويس, مفيش كرنس حصل الحمد لله, والاستابيليتي كويسه, وبدا يحصل بوني ان جروس حوالين الايه الستيم نتيجه انديكيتور هندروكس ابيتايت كوتد ايه ستيم. وادي الفانكشن بتاع العيان الاستابيليتي كويسه, في مايلد ليمبنج اكسبتد بالنسبه لحاله زي كده الليمبنج ده ماشي تعالى, وفي نفس الوقت الهاي ستيبل, وبالرغم من العيان السليمه بس الاول وزنه ده الثانيه الفتره ديت, لكن الاستابيليتي كانت ممتازه والدنيا كانت كويسه. بعد سنتين ستيل الفانكشن كويسه جدا, مفيش اي لوزنج حصل, بالعكس حصل بوني انجروس هنا زي ما شايفين في الاي دي حوالين الستيم, وبدا يتكون زي سبايك كده من البون عشان الستريت شيلدنج على الميديال اسبيكت, وبدا يحصل زي ستريت شيلدنج افكت على اللاترال كورتكس مع السنوات او على 5 سنين. برضو الستيل الدنيا ستيبل, الفانكشن ممتازه, البوني انجروس زاد جدا سواء في الاي بي او في اللاترال, الستيم تقريبا بقت خلاص حصل لها انتجريشن مع اول اراوند. وادي اخر فول اب كان من 3 شهور 7 سنين تقريبا فول اب, الستريت شيلدنج افكت زاد على اللاترال كورتكس فحصل لها بارشال ريزوربشن, ولكن البوني انجروس ممتاز اول اراوند حوالين الستيم. الفانكشن بتاع العيان كانت ممتازه. العيان ده انا لسه مكلمه النهارده وقلت له ممكن تبعت لنا فيديو للفانكشن اللي موجوده, فالعيان بالصدفه كان موجود حتى في المصيف وبعت لي الفيديو ده لسه من دقائق, وزي ما شايفين الشط حتى فاضي عشان من الشواطئ ممنوعه في الكورونا, والفانكشن بتاع العيان اللي بيمشي ان اسيستد وبيعمل تقريبا بيلعب كوره بايديها وبينطق وهنشوف, وبيعمل سكواتنج بالرغم ان احنا عاملين بروكسيمال فيمورال على توتال هيب. الفانكشن بتاعته كويسه جدا بالرغم من مرور 7 سنين تقريبا و3 شهور بوست اوبرتيف. شايفين النيجاتيف بروجريم بيرد, وفي نفس الوقت هو بيلعب فيها وبيتنطط وكل حاجه, والفانكشن بتاع المور ذان اكسبان بالرغم من مرور 7 سنين, والحمد لله حصل انتجريشن للسيمنتس بروسيس سواء الاستابلر او الفيمورال ستيم كومبوننت, والحمد لله فيش اي ريكرنس, وده من الحالات اللي الواحد بيعتز بيها مشيت كويس قوي في خلال ال7 سنين لغايه دلوقتي. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا على المتابعه, وان شاء الله الاسبوع الجاي هنعرض حاله مور ادفانسد عن الحاله ديت وكومبليكيتد عن كده, وهنعرضها لكم ان شاء الله يوم الخميس القادم اللي هو الوقفه ان شاء الله. شكرا جزيلا.